أضاءت قاعة المدينة بتل أبيب المدينة الساحلية الإسرائيلية الأضواء مساء يوم الجمعة بالتوقيت المحلي من أجل الإعراب عن تعازيها لأهالي ضحايا الهجوم الإرهابي في مصر. وقد أضاءت قاعة المدينة في تل أبيب الأضواء التي تتغير باستمرار، حيث ظهر على المبنى العلم المصري والعلم الإسرائيلي بالتناوب. وكان قد وقع هجوم إرهابي في محافظة شمال سيناء التي تقع في شبه جزيرة سيناء، وكانت إسرائيل قد احتلت شبه جزيرة سيناء خلال حرب عام 1967، ثم عادت شبه جزيرة سيناء إلى مصر عام 1982.